أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قبل فترة قريبة لم نكن نسمع بجواز عيد الميلاد أو جواز الأغاني، ولم نكن نرى بعض الدعاة يختلطون مع النساء، ولم نكن نسمع التحريض والخروج على الولاة، وأما في هذه الأيام سمعنا ذلك كله وتجرأ الناس على المعاصي، فهل من توجيه يا معالي الشيخ؟ عيب السؤال. يقول قبل هذا خطأ، هذا شك، هذا خطأ. وعيد الميلاد بدعة، ما في عيد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، هذا أعياد الإسلام، غيرها ما فيها أعياد المسلم. عيد نعم يوم الجمعة عيد الأسبوع، عيد الأسبوع يوم الجمعة، عيد العام عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عدا ذلك ليس في الإسلام أعياد، لا أعياد ميلاد ولا ذكريات ولا، كل من الباطل. نعم، ولكن إذا كنتم تفعلون هذا بالأول جهالا وقد علمتم الحق فعليكم الحمد لله، عليكم بالحق، وترك ما كان سابقا يعفو الله عنه. نعم.